أكد السيد حسين محمد رجب الرئيس التنفيذي لصندوق العمل تمكين أن المؤشرات الإيجابية التي سجلتها خطة التعافي الاقتصادي في مختلف القطاعات التي استهدفتها حتى اليوم دليل على أن مملكة البحرين تسير بخطى حثيثة ومتسارعة باتجاه إنجاز كافة المبادرات التي تندرج ضمن الخطة وفق الإطار الزمني المحدد. وللحديث أكثر حول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف سعادة السيد حسين رجب الرئيس التنفيذي لصندوق العمل تمكين. سيد حسين، بعد التحية، بالحديث عن المؤشرات الإيجابية التي استعرضها منتدى التعافي الاقتصادي، ما أهمية هذا المنتدى في إبراز المنجزات التي حققتها خطة التعافي الاقتصادي حتى اليوم؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في البداية أحب أني أشكركم على هذه الاستضافة، وأود أن أتقدم بخاص الشكر والتقدير لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المعظم حفظه الله ورعاه على دعمه المتواصل وتوجيهاته السديدة اللي دائما كان لها أكبر الأثر في الوصول إلى كل الإنجازات اللي حققتها مملكة البحرين. كما أخص بالشكر سيدي صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله على جهوده الأثيرة ومتابعته المباشرة التي تمثلت من خلال قيادته الحكيمة لفريق البحرين ونجاحه في توحيد الجهود الوطنية للوصول إلى التعافي، بل واتخاذه من الجائحة نقطة انطلاقة لتحقيق المزيد من المنجزات على كافة الأفئدة. ولا شك أن المنتدى التعافي الاقتصادي الذي أقيم تحت رعاية معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى وبتنظيم من مجلس الشورى معهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية شكل محطة مهمة لمواجهة وتسليط الضوء على التطور الذي حققته الخطة منذ أن تم الإعلان عنها حتى اليوم، والخروج أيضا بتوصيات مهمة للاستمرار في البناء على ما تم إنجازه بفضل طبعا الله سبحانه وتعالى ومن خلال الجهود المشتركة والعمل الموحد بين كل أعضاء منظومة فريق البحرين بإذن الله. نعم سيد حسين، ما هو الدور الذي يلعبه صندوق العمل تمكين في تحقيق توصيات المنتدى ضمن خطة التعافي الاقتصادي؟ طبعا لا شك أن تمكين تؤكد التزامها بتنفيذ كل توصيات منتدى التعافي الاقتصادي لتعزيز الاقتصاد والاستثمار وتحقيق الاستدامة المالية والاستقرار الاقتصادي، وأيضا خلق الفرص التدريبية والوظيفية النوعية للكوادر الوطنية وبالأخص طبعا في القطاعات الواعدة. ولا شك أن هذه الأهداف تتكامل مع استراتيجية تمكين وخطة عملها الحالية اللي تهدف للاستجابة لمتغيرات السوق والاقتصاد وتمكين الأفراد والمؤسسات من أجل تحقيق التأثير الأكبر والمستدام في الاقتصاد الوطني من خلال تعزيز الإنتاجية وتشجيع التوظيف والتدريب والاستثمار في كل القطاعات وبالأخص في القطاعات الواعدة بما يتماشى مع الأولويات الوطنية من خلال حزمة البرامج الجديدة اللي تم إطلاقها من قبل تمكين. 16 برنامج تم إطلاقه مؤخرا بهدف دعم الأفراد والمؤسسات لتطويرهم ونموهم بشكل مستمر. نعم السيد حسين محمد رجب الرئيس التنفيذي لصندوق العمل تمكين، كنت معنا ضيفا كريما في نشرة أخبار الثالثة، شكرا جزيلا لك على هذه المداخلة.